أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقد قيل: الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم، كيف نتعامل مع الكبار في السن؟ ما الذي يحتاجه كبار السن في هذه المرحلة المتقدمة من حياتهم؟ ما الأساليب المثلى لإعطائهم كرامتهم ومكانتهم في المجتمع؟ هذه الأسئلة وغيرها يمكنكم معرفة الإجابة عليها من خلال متابعة هذا اللقاء الطيب الذي يتعلق بقيم الإسلام في التعامل مع الكبار في السن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر. يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، كنا في اللقاء السابق تحدثنا أو في لقاء سابق تحدثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع الأطفال، انتقلنا إلى قيم الإسلام في التعامل مع الشباب. المجتمع كل متكامل، اليوم قيم الإسلام في التعامل مع كبار السن. قبل أن نبدأ بهذه القيم كتأصيل لمسألة كبير السن، كيف هي سنة الحياة؟ يبدأ الإنسان طفلا يشب ثم يشيخ، لما كانت هذه السنة في الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. الحقيقة أن هذا الإنسان يولد، فإذا كان سليما بأعضائه وحواسه هناك فرحة كبيرة، يهنأ الأب والأم على سلامته. الآن تقدم به السن لسنة أو سنتين فمشى، يقام احتفال، صار يمشي، بدأ يأكل. كل مرحلة من مراحل حياته في طور، يعني لما دخل المدرسة صار في اجتهاده وعلاماته، لما أخذ الشهادة زواجه، لما تزوج أولاده، آخر مرحلة بلغ من الكبر عتية. النقطة الدقيقة جدا في بلادنا وفي بلاد المسلمين أن الأب له مكانة كبيرة، هذه المكانة تستدعي أن يكون من حوله في خدمته، ولا يسعد الجد إلا أن يرى أبناءه وأحفاده حوله، لا يسعد الجد إلا أن يرى أولاده وأحفاده معه. لذلك في بعض الثقافات الغربية حينما يتقدم به السن يؤخذ إلى مأوى العجز. ولي صديق طبيب في باريس حدثني عن ريبورتاج أذيع في التلفزيون عن مأوى العجزة، سألوا معظم المقيمين هناك ماذا تتمنى، فالإجابة واحدة كانت الموت. بينما المتقدم بالسن في بلاد المسلمين أمامه أولاده وبناته وأصهاره وكنائنه وأحفاده، هذا الجو مفعم بالمحبة، مفعم بالولاء. فلذلك لما نضع هذا الإنسان في مأوى العجزة أفقدناه أجمل ما في هذا السن، أن يرى أولاده وكنائنه وبناته وأصهاره وأحفاده. فلذلك في بلادنا حالة من التوازن عجيبة جدا. وأنا دائما وأبدا ما بحب
ما يسمى بجلد الذات، يعني لا نسمن ما نحن عليه. في عندنا تماسك أسري. كنت مرة في أستراليا وفي مغادرتي لها قال لي رئيس الجالية، قال لي بلغ إخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. سألته عن السبب، قال لي يعني الابن ملحد هناك وشيء آخر يعني منحرف. نحن في بلادنا في تماسك أسري وهي حقيقة، في تعاون بين الأقرباء، تعاون بين الأولاد. كم من إنسان ترك المدينة وسكن بالريف ليشتري لأولاده بيوت. هذا التماسك وهذا التعاون وسام شرف في صدر الأمة. فأنا بتمنى يعني نحن إن ذكرنا سلبيات حياتنا أن نذكر إيجابياتها، وإن ذكرنا إيجابيات الغرب أن نذكر سلبياتهم. هذا هو الموقف الموضوعي، والموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية. إذا كنت موضوعياً فأنت أخلاقي، وإذا كنت موضوعياً فأنت عالم. فنحن في عنا إيجابيات كثيرة. هذا التماسك الأسري موجود، وهذا التعاون بين أفراد الأسرة. وتوقير كبار السن. أستاذنا الكريم، يعني ذكرتم سنة الحياة كيف يبدأ وينمو. السؤال يعني في الشيخوخة هناك علامات للشيخوخة، يعني لماذا يشيخ الإنسان؟ لماذا أراد الله أن يشيب شعره وينحني ظهره؟ فهمت فهم شخصي. الإنسان إذا تقدمت به السن يشيب شعره ويضعف بصره ويعتل صحته، كأنها رسائل لطيفة 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 من الله لعبده الذي تقدمت به السن. أن يا عبدي كبرت سنك واقترب أجلك، فاستعد لهذا اللقاء، استعد له وأنا أنتظرك. فالإنسان بسن معينة يعني أكل ما كان يشتهي ولبس وسافر وركب سيارة وسكن ببيت. الآن يعني مطالبه بالحياة مطالب اجتماعية، أن يرى أحفاده أمامه، أن يرى أولاده أمامه، أن يرى كنائنه أمامه، أن يرى بناته أمامه، أصهاره أمامه. هي حالة مسعدة جدا. مرة زرت بيت عالم بحلب، والله البيت كأنه جنة، كأنه جنة بين أولاده وبين أقربائه قاعد. فالنمط الغربي نمط أنه أن يوضع المتقدم بالسن في مأوى عجزة. بعدين في ملمح بالقرآن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني أيها الإنسان، أبوك عندك. إذا إنسان يسأل وين كم ولد في عندك، عندي 4 أولاد. عندي لما كبر أنا عند ابني قاعد. فكأنه هذا ملمح بالقرآن، ملمح إشارة لطيفة جدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال بعضهم لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. وقد حمل بعض العلماء على كلمة أف تصرفات كثيرة جدا، منها ما بر أباه من شد نظره إليه، هي مثل أف. من أغلق الباب بعنف، يعني حملوا أشياء كثيرة. والحقيقة أنه لما الله عز وجل حينما قال وبالوالدين إحسانا، هذه الباء تفيد الإلصاق. يعني أنت حينما يطلب منك شيء من قبل أبيك يجب أن تقدمه أنت بنفسك، لا عن طريق السائق أو عن طريق موظف. هذه الباء باء الإلصاق. إذا من الأدب الكامل مع الأب، مع الأب الجد، أن تخدمه بنفسك وأن توصل له ما يطلب بنفسك. جميل أستاذنا الكريم، يعني وكأني بكم قد بدأتم بقيم الإسلام في التعامل مع الكبير في السن، وذكرتم أنه ينبغي أن يكون في بيته قيمة اجتماعية بين أولاده وأحفاده وأقربائه. نعم. لأن لديه حاجة اجتماعية. نعم. للآخرين. هذه القيمة الأولى. لو انتقلنا إلى القيمة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذه الصيغة صيغة مخيفة في الحديث، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
ليس منا من لم يجل كبيرنا. أريد أن نعلق على هذا الحديث الشريف لو سمحتم بعد فاصل قصير نعود إلى هذا الحديث الشريف لنفهم أبعاده. إخوتي الأكارم، فاصل قصير نعود بعده لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الكبار في السن، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع كبار السن. أستاذنا الفاضل، قبل الفاصل كنت قد سألتكم سؤالا عن صيغة الحديث ومعناه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني الصيغة مخيفة. الحقيقة هذه الصيغة من أخطر الصيغ. يعني ينفي انتماءه لهذه الأمة. ليس منا صيغة نبوية من أشد صيغ الردع. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. إذن هذا الإنسان حينما تقدمت به السن الآن بحاجة إلى معاملة استثنائية، أكل وشرب واستمتع بالحياة، الآن بحاجة إلى توقير اجتماعي جميل. أن يكون بين أهله، بين أولاده، بين أحفاده، مع من يزوره. هذه العلاقات الاجتماعية مع كبير السن تغذيه، تسعده. فلذلك أنا لي صديق تبين أنه المتقدمون في السن في ثقافات أخرى يصابون بكآبة شديدة جدا، والكآبة مرض العصر، لأنه في تطابق دقيق جدا بين المنهج وبين الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا الدين مترابط مع الفطرة، فإذا راعينا أوامر الدين راعينا فطرنا وكنا في صحة نفسية عالية جدا. فلما نعزل هذا الإنسان نضعه في ملجأ أو في مأوى عجزه، فقد من حوله، فقد أهله، فقد أولاده، فقد أحفاده. فلذلك هذا المتقدم بالسن له معاملة خاصة إذا تقدمت به السن، يعيش مع من يحب. إذا في ثقافتنا الإسلامية المتقدم بالسن يبقى عند أولاده، يبقى مع أحفاده، يبقى مع أقربائه. الحياة الاجتماعية بهالسن المعينة هي صحة نفسية له وغذاء روحي له. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط، يقول: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم. نعم، من إجلال الله. نعم، شيء جميل جدا. يعني هذا الإنسان له ماضي، تزوج وأنجب ورب أولاده، ألا ينبغي أن يرد له الجميل؟ هل جزاء الإحسان؟ أنا أرى أنه رد الجميل للجد هو إكرامه. وبذل وقتا وجهدا ومالا في تربية أولاده، فلما كبرت سنه في ثقافات أخرى يتخلى عنه، وهي أكبر مأساة. أما حينما يكون مع أحفاده وأولاده في نشاط فكري، دائما في عندنا قاعدة بالطب: العضو الذي لا يعمل يضمر. لو كسرت يد إنسان ثم جبرت لشهرين أو ثلاثة يخسر نصف العضلات تقريبا، يذوب اللحم. ففي قاعدة بالصحة: العضو الذي لا يعمل يضمر. وهذا الدماغ أيضا مدام يعمل يرى أحفاده، يرى أولاده، يرى إخوته، من حوله، أقرباءه، في حديث، في ملاطفة، في سؤال، في جواب، في طرفة، في نشاط ذهني. حتى إن يعني الذي يطلب العلم والذي يصلي بالتسعين: الله أكبر، سبحانك اللهم، فاتحة، سورة، ركوع، سجود، قعود، قيام، ركوع، سجود، بعدين قعود وسطي، بعدين قيام، في نشاط فكري مستمر. هذا النشاط يذكرنا بهذا القول: من تعلم القرآن متعه الله بعلمه حتى يموت. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. إذن هذا نص يتطابق مع حقائق العلم.
فلذلك حياة المسلم حياة مفعمة بالسعادة، وبكل مرحلة من مراحل الحياة في واجبات وفي تكاليف. فهذا الذي تقدمت به السن هو الجد بين أهله وأولاده وأحفاده وإخوانه، يسعد أيما سعادة. أستاذنا الكريم، اسمح لي الآن أن أذكر بعض الصور وأسمع تعليق سريع على كل منها في قيم الإسلام في التعامل مع كبار السن. قالوا: القيمة الأولى مبادرة المسن بالتحية والسلام والمصافحة، ولا بأس بتقبيل رأسه أو يده، لا سيما إن كان أبا أو عالما أو يعني جدا كبيرا في السن. هذه قيمة إسلامية، ما تعليقكم عليها؟ يعني كما قلت قبل قليل، هو بحاجة اجتماعية، بحاجة إلى توقيره، بحاجة إلى ذكر فضائله، بحاجة إلى ذكر فضله على من حوله. هي كلها حاجات أساسية بالإنسان. فإذا لبينا هذه الحاجات جعلناه في حال نفسي متوازن وسعيد. نعم أستاذنا الكريم، يعني أيضا من القيم المذكورة هنا سؤال المسن عن ماضيه وذكرياته وإنجازاته والإصغاء إليه وعدم مخاطعته في الحديث، أيضا هذا ذكرتموه أنتم جزاكم الله خيرا. أيضا عدم التبرم والضجر، يعني الإنسان في عمر معين يعني تضعف ذاكرته، البعض يتضجر من كلامه من متطلباته، فما الأدب النبوي في ذلك؟ لكن في ملمح دقيق جدا أضرب له هذا المثل: لو أن أبا طلب من حفيده أو من ابنه دواء الساعة الثانية عشر ليلا، فقال له الابن: ما في مجال، كل الصيدليات مغلقة. وهو يعلم أنه في صيدليات مناوبة، يشعر بضيق. لو أنه ذهب في هذه الساعة المتأخرة من الليل ولم يجد الدواء في الصيدليات المناوبة، يشعر براحة. في كلا الحالين الأب لم يأخذ الدواء، لكن أول مرة في تقصير نفسي الإنسان كشفه، المرة الثانية ما في تقصير نفسي. لذلك أنا أقول دائما: أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. فكبير السن يحتاج إلى أن تلبى طلباته، وقد يطلب الطلب مرتين أو ثلاثة، يعني ضعف ذاكرته، أيام بعيد قصة عدة مرات. أنا بتمنى إلى عنده جد بهالسن يكون يبالغ باحترامه رغم أن القصة تكررت. فهذا شيء طبيعي، وأساسا تطور الصحة صحة الإنسان بسن معين، هذا دليل رسالة من الله لطيفة جدا، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ جميل، جميل جدا. أستاذنا الكريم، أيضا يذكرون من يعني القيم في التعامل مع كبار السن يعني أدب الجلوس معهم، يعني أحيانا تجد جلسات غير مؤدبة في حضرة الكبير في السن. أليس من إجلال ذي الشيبة المسلم أن يجلس الإنسان بحضرته بوقار وألا يناديه باسمه؟ جميل. وألا يمشي أمامه؟ جميل. وألا يجلس قبله؟ جميل. نعم، هي كلها من أدبيات التعامل مع كبار السن. أيضا سيدي، ألا ينبغي أن يعود الأطفال على احترام كبير السن؟ يعني أحيانا تجد في بعض المجتمعات أو بعض الأسر لا ينبه الأطفال إلى أن هذا يعني الجد أو حتى كبير السن غير الأقارب، انتبه في الحافلة في. هذا كلام طيب، لكن أنا رأيي هذا الطفل حينما يرى أباه يقبل يد جده ويتأدب معه ويلبي حاجاته، هذا الأب لو لم يتكلم كلمة واحدة توجيهية لأولاده في معاملة جدهم، رؤيتهم لأبيهم يحترم جد أباه ويوقره، هذه تكفي. يعني هو القدوة قبل الدعوة. أحيانا السلوك الكامل في البيت وحده دعوة إلى الله، وحده درس. أنا بقول أيام صدق دعوة إلى الله، والأمانة دعوة. والابن الشاب المتزوج يحترم أباه احتراما بالغا أمام أولاده، هذا الاحترام يدعو أولاده إلى أن يقلدوه. رأيت صورة مرة سيدي، يعني في الحافلة كبير سن واقف
وطالبان يجلسان على الكرسي ويذاكران، يعني يتابعان امتحاناتهم، كتبوا نحن بحاجة إلى أخلاقكم لا إلى علمكم، يعني فهذا أيضا من توقير الكبير. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.